السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل تاجي. واليوم مع بعضنا صفحة 125 روابط نصية، واحد أتعرف زائد أتدرب زائد أنتج. نبدأ. أتعرف اعتمادا على ما مر بك في السنة الثانية متوسط، ما المقصود روابط نصية؟ روابط نصية هي الحروف والعبارات التي تمكننا من تنظيم الموضوع من خلال ربطنا جملة بإحكام. ما هي وظيفة الروابط النصية؟ وظيفة الروابط النصية يعمل الروابط النصية على بناء العلاقة بين معاني النص بالربط بين عناصره وأجزائه. أنواع الروابط هي الروابط اللغوية كالحروف العطف والضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، الروابط المنطقية نحو الروابط السببية ومنها لأن بما أن بسبب روابط نص ومنها حينئذ عندما الآن، الروابط التأديب والاستنتاج ومنها لهذا النتيجة لذلك بالفعل، روابط تعارض ومنها لكن بالعكس بينما بالمقابل، روابط إضافة روابط تفسير والروابط الشرطية والغائية والتشابهية. روابط الثمانية علامات الترقيم النقطة الفاصلة قوسان علامات الاستفهام. أتدرب اقرأ النص التالي ثم استخرج روابطه وبين نوعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الحبة الأحبة، الملتمسون لبراء العيب. الروابط الموجودة في هذا النص: الروابط الضمنية، النقاط والفواصل، والفاصلة المنقوطة. بعد عودتك من مؤسستك التربوية، عودة والدك من المجتمع السكاني الرافض لإقامة مصنع بلاستيكي بالمنطقة، دار بينكما نقاش حول خطوط التلوث البيئي. بعد عودتي من المدرسة وعودة أبي من المجتمع السكاني الرافض لإقامة مصنع بلاستيكي بالمنطقة، دار بيني وبين أبي حوار حول خطورة التلوث البيئي، فسألني قائلا: هل تعلم ما هو التلوث البيئي يا عبد الرحمن؟ قلت: نعم، إحداث تغير في البيئة التي تحيط بالكائنات الحية بفعل الإنسان وأنشطته اليومية، مما يؤدي إلى ظهور بعض الموارد التي لا تلائم مع المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويؤدي إلى اختلاله. فقال: ومن هو المتسبب فيه؟ قلت: الإنسان هو الذي يتحكم بشكل أساسي في جعل هذه الملوثات إما موردا نافعا أو تحويلها إلى مضار ضار. ولنضرب مثالا لذلك، نجد أن الفضلات البيولوجية للحيوانات تشكل موردا نافعا إذا تم استخدامها مختصبات للتربة الزراعية، إما إذا تم التخلص منها في مصارف المياه ستؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة. فالإنسان هو الذي يخترع، وهو الذي يصنع، وهو الذي يستخدم، وهو الذي يروي. قال: وما هي أنواعه؟ قلت: أنواع التلوث البيئي: تلوث التربة، تلوث الهواء، تلوث السماء، الضوضاء، التلوث بالنفايات، تلوث المياه والبيئة البحرية، والتلوث البصري. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى النهاية. قال: أحسنت يا بني، إذا يجب علينا حماية بيئتنا. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بقناتنا الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.